كردستان بالخير وسعادة بحيكم مشاهدينا الكرام. مما كنتوا بفقرتي هاي رح قدم لكم آخر أخبار إقليم كردستان من جميع محافظاته. أما الخبر الأول لليوم معنا هو عن المهرجان الخريفي السنوي اللي احتضنته العاصمة أربيل واللي أقيم في بارك سامي عبد الرحمن، واستمر هذا المهرجان لمدة 3 أيام على التوالي. جدير بالذكر أنه هذا النوع من المهرجانات هو أو بيقام دعما للمنتجات المحلية. نعم مشاهدينا، من المقرر افتتاح أكبر حديقة أو حديقة أثرية في المحافظة دهوك على مساحة بتبلغ 130 كيلومتر. طبعا وجدير بالذكر أن حكومة إقليم كردستان صرفت أكثر من 3 مليون دولار في عمليات البحث أو التنقيب عن الآثار. نعم مشاهدينا، أما هلأ فخلينا نحكي عن بنت اسمها رجينا حسين. رجينا حسين عمرها 24 سنة، هي خريجة علوم حاسبات من قرية كلالة في السليمانية. طبعا رجينا صارت تنقل حياتها وحياة أهل الريف البسيطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والجميل في الموضوع أنه صار لها عدد كبير من المتابعين. نعم مشاهدينا، أما هلأ فخلونا نحكي عن مقطع أو نستمع لجزء من مقطع الأغنية الجديدة اللي طلعها المغني الشهير حسن شريف. كردستان أخوة بيبينا أوجه جان لجوان رندو رسم بو بهاندي خاني لخونو مشاهدينا، هاي الغنية كانت باسم بانجا بلند. أما هلأ فخلونا نحكي عن واحد من أقدم الكهوف الأثرية في العاصمة دهوك اللي هو اسمه كهف أنيشكي. طبعا كهف أنيشكي بيقع بقرب من قرية أنيشكي في شمال شرق محافظة دهوك، وبيعتبر من أكبر الكهوف في العراق، وبتتواجد فيه أو في داخله عين ماء، ويعتبر مقصد للسياحة والاصطياف. يقع كهف أنيشكي بين مصيفي سرسنج وسولاف، ويبعد 9 كيلومتر عن مصيف سولاف. تم
تشييد كازينو ومطعم جميل داخل الكهف لراحة السياح. نعم مشاهدينا، الكثير من المؤرخين بيقولوا أنه كهف أنيشكي بيعود لعصور ما قبل الميلاد، واستخدم عدة مرات لأغراض مختلفة، إذ استخدم لأول مرة كمعبد للديانة الزرادشتية، وبعدها استخدموه اليهود كمصنع للنسيج. أما في سبعينات القرن الماضي فاستخدم كمشفى مجهز بكامل المعدات الطبية أثناء ثورة أيلول المجيدة. نعم مشاهدينا، بتمنى تكونوا استمتعتوا معي ومع أخباري الحلوة، وهلأ برجع لزميلتي أجين تكمل معكم. للقاء تاني، أتضلوا بخير. وأكيد زبينة حلو الواحد يروح يزور الكهف بمحافظة دهوك، والعاصمة دهوك. يعني احنا عاصمتنا أربيل. شكرا جزيلا لك. أهلا.